السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في فيديو مع قاتل مميز جدا جدا، لأنه منه استوحية أفضل سلسلة رعب في العالم والمعروفة بصاو. يعتبر فيلم صاو من أكثر الأفلام إثارة للرعب بسبب مشاهده التي تتخللها أفضع طرق التعذيب التي لم تشهدها البشرية من قبل، ولربما لن تصدق أنها جرت على أرض الواقع، ولكنه فعلا ليس من وحي الخيال وإنما من فظاعة وقبح الواقع. ديفيد باركر راي قاتل أمريكي، ولد في 6 نوفمبر عام 1939 في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ويعرف أيضا بقاتل صندوق الألعاب نسبة إلى غرفة التعذيب العازلة للصوت التي تم بها أشد أنواع التعذيب. لقد تعرض باركر منذ طفولته للاعتداء الجنسي ومعاملة سيئة من قبل والده، وكان يواجه الكثير من السخرية من زملائه بسبب خجله في التعامل مع الجنس الآخر. فحينها خطط للانتقام من الجنس الأنثوي، وأصبح لديه نزعة سادية في سن مبكرة. وفي مراهقته عثرت شقيقته على رسومات رسمها بنفسه تصور قيامه بقتل وتعذيب الناس بطرق بشعة، وقام باركر بتجهيز مستودع لغرض التعذيب كلفه مبلغ 100,000 دولار، حيث وفر فيه كل المعدات من سكاكين وسلاسل وشفرات، كل هذا للإيقاع بالنساء للتعدي عليهن. وكان عندما يشعر بأن الضحية أوشكت على فقدان الوعي بسبب التعذيب، يخرج من الغرفة بعد تسجيل مقطع صوتي سجله بنفسه قرب رأس الضحية، يحكي فيه قصصه المرعبة وينذرها مما سيفعله بها وكيف سوف يعذبها عندما يعود إلى الغرفة، حتى يكون التعذيب النفسي والجسدي معا، حيث كان يطلب من الضحايا أشياء مستحيلة حتى يبقيهم على قيد الحياة عبر شاشة صغيرة موضوعة في الغرفة ثم يقتلهم في النهاية. مع الوقت استلذ باركر بالتعذيب وأصبح يختطف الرجال أيضا، وكان يتفنن في مخططات التعذيب، وذلك عن طريق وسائل متعددة مثل الكهرباء وتعليق الضحايا على الحائط، وكان كل همه الوصول إلى نشوته التي تقتضي بإلحاق أكبر كم من الضرر للضحية. لم يكن باركر وحيدا في تنفيذ جرائمه، حيث كان لديه مساعدين من بينهم ابنته الشابة وحبيبته السابقة التي كانت لا تقل عنه ولا عن بالتعذيب، إضافة إلى بعض أصدقائه الذين كانوا يستمتعون بالمشاركة في حفلات التعذيب، خصوصا عندما يكون ويتم حشر الضحية في صندوق خشبي صغير ويتناوب الجميع على تعذيبها خلال فتحة في الصندوق، إضافة إلى وسائل بشعة أخرى من بينها قيام كلاب راي باغتصاب الضحية وهي مقيدة، وكان قد درب كلابه على الاعتداء على البشر. كانت أغلب عمليات التعذيب باركر تتمحور حول الجنس، تتضمن أفعالا سادية وألعاب مؤذية يجب على الضحية أن يقوم بها، وكان باركر يستلذ بتصوير وتسجيل جلسات التعذيب تلك. وصل باركر إلى درجة عالية من الثقة بأفعاله السادية، ولقد كان يطلق سراح بعض ضحاياه وكانوا يتقدمون بالشكاوي للشرطة، لكن لم يصدقهم أحد. وكانت واحدة من هؤلاء الضحايا تدعى كيلي جريتش، تشاجرت مع زوجها ذات ليلة فقررت قضاء بعض الوقت خارج المنزل، وفي إحدى الحانات تعرفت على جليندا ابنة باركر والتي قامت باستدراجها إلى المستودع أبيها، حيث احتجزوها هناك ومارسوا عليها شتى أنواع التعذيب. وبعد 3 أيام قام باركر بحز عنقها بالسكين، وظنا منه أنها ماتت رماها على قارعة الطريق، لكنها في الحقيقة لم تمت وتم إنقاذها. والمفارقة أنه عندما قد تقدمت بشكوى لم يصدقها أحد، حتى زوجها ظن أنها تكذب وبأنها كانت على علاقة برجل آخر. وفي الواقع عدم تصديق الضحايا من قبل الشرطة يعود إلى حالة عدم اليقين التي يكونون فيها حين تقدمهم بالشكوى، وعدم تذكرهم لما حدث معهم، حيث باركر كان يعطيهم مواد مخدرة وعقائر تؤثر على الإدراك والذاكرة، وكان بارعا في أساليب غسل الدماء والتلاعب بالأفكار تماما مثل جون كرامر بطل فيلم ساو.
بعد إلقاء القبض على باركر تقدمت إحدى ضحايا بشكوى ضده، وعندما سئلت في عدم تقدمها بشكوى سابقا قالت بأنها كانت تظن جميع ما حدث لها من اغتصاب وتعذيب لم يكن سوى كابوس رأته في منامها. ألقي القبض على باركر في 22 مارس من سنة 1999 إثر هروب إحدى ضحاياه وعلى جسمها أثر إخداع وتعذيب، وهنا توقف عدد ضحاياه عند 60 ضحية. واعترف باركر بجرائمه مقابل تخفيف الحكم على ابنته التي كان يحبها كثيرا، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 220 سنة، ولكنه مات بنوبة قلبية سنة 2002 بعد 3 أعوام من سجنه. وفي النهاية فإن ديفيد باركر ليس سوى مجرم سادي يصعب على أي شخص منا إعطاءه صفة الإنسان، فهو يستحق أقصى أنواع العقاب نظرا لجرائمه البشعة في حق الآخرين. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبتكم القصة لا تبخلوا علينا بلايك تحفيزا لنا على الاستمرار، واذكروا آراءكم واقتراحاتكم بالتعليقات، وأهم شيء تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد فور نزوله. كان معكم نبيل من قناة الزولديك، والسلام.